الافريقي في بنجردان لمواجهة اتحاد المكان في مقابلة دون حضور الجمهور. انا تاسفت بصراحه على خاطر كوره من غير جمهور يعني حكايه فارغه، يعني كنت نتمنى لجماهير اتحاد بنجردان محبي المدارج ويعني وقصت ودعمت فريقها. لجنه مؤقته في النادي الافريقي، شنو الموضوع بالضبط؟ كما في البيان دونك الهيئه الكل تكمل تخدم، وسليم الرياحي بحكم التزاماته والضغط في الفتره الاخرى معناتها ان بودرو كيلو، فما لجنه متكونه من سي هشام الباجي وسي منجب بحرير وسي مجدي الخليفي، دونك باش تتولى هي التسيير معناتها تاع النادي في الفتره هذه المتبقيه حتى نهايه الموسم. اتحاد بنجردان في لقاء البحث على تسجيل اول هدف في البلاي اوف، لما لا استغلال فتره الفراغ اللي مر بها منافسه وتحقيق اول انتصار. الافريقي بعد ما ضيع امكانيه المنافسه على اللقب ايضا على المرتبه الثانيه ما بقاش عنده حل دون الانتصار من اجل المرتبه الثالثه على الاقل. يقدم تشكيله يتغيب عليها الثلاثي صابر خليفه، نادر الغندري، غازي العيادي، اسامه الدراجي على بنك الاحتياطيين مقابل عوده احمد خليل. الممرن شهاب الليلي ولوضع حد لنزيف النقاط، 8 نقاط ضايعه في 3 جولات الاخيره، توخى طريقه الكرات القصيره اللي كادت تعطي نتيجتها منذ دقيقه 11 لولا اصطدام كرة ريزيكي بالعارضة. في الطرف المقابل الممرن شكري الخاتم من غير ضغوطات، لكن لما لا احداث ما عجز عليه في كامل مرحلة البلاي اوف. الحارس سيف الدين الشرفي يأكد هذا بتصديه لكرة قوية من ماتيو ريزيكي يمنع الهدف. سيف الدين الجزيري في هجوم معاكس انتر دو يتقدم يسدد على يمين فاروق بن مصطفى قريب من افتتاح النتيجة. لعب من غير حسابات من فرق الاثنين احمد خليل الماتيو ريزيكي التحضير، وسام بن يحيى يسدد فوق المرمى. ريزيكي يراوغ يمر المنوبي الحدادي، التوزيع والتدخل من ياسين بوفيلغا للركنيه. اتحاد بنجردان يلعب على عكس الهجمات، ما فماش تسلل ضد سيف الدين الجزيري، يحذر دفاع الافريقي يمر بفترات صعيبه. 45 دقيقة أولى ما نقصتها إلا الأهداف، وكرة منوبي الحدادي تتعدى محادية لمرمى سيف الدين الشرفي. في الشوط الثاني البحث على الوصول للشبكة يتواصل، كل فريق على طريقته. مختار بالخيثري وزع من اليمين التصدي من الشرفي. مخالفة ينفذها بلال الخفيفي، فاروق بن مصطفى بصعوبة كبيرة يرجع الكرة. الإفريقي يرجع للعب الهجوم، علي العابدي سريع يتجاوز فادي العرفاوي، التسديد قوية، كرة كادت تأتي بالجديد. الجديد ما بتاعش دقيقة واحدة بعد دخول أسامة الدراجي اللي عوض عصام الدخيلي. 1-2 بين علي العابدي منوبي الحدادي، ماتيو ريزيكي ينهي العملية بكرة في شباك سيف الدين الشرفي يفتتح النتيجة، يمضي بالمناسبة 4 أهداف. اتحاد بنجردان يرد الفعل على اثر كره ثابته وكره مراد زهو الراسيه من غير خطر على مرمى بن مصطفى. الدقيقه 74 تاتي ومعها الهدف الثاني الافريقي بطريقه مميزه. مجهود فردي كبير من روزيكي يمر لابراهيم الشنيحي بدوره لاسامه الدراجي، التمهيد المختار بالخيثر بداخل القدم إغالة سيف الدين الشرف يضعف النتيجه. بونتو كان باهي مي كيما يقول لك هذا بفضل مجهودات تاع اللاعبين، وين كنا شفنا باللي البونتو كان مخدوم وكل شيء. الحمد لله كما يقول لك ان شاء الله هذا بونتو الاول تاعي في البطوله، ان شاء الله مازال خير لقدام ان شاء الله. المقابله صعبت على اتحاد بنجردان، يحاول تدليل الفارق، فاروق بن مصطفى بامتياز كبير يمنع الهدف لينتهي اللقاء على انتصار الافريقي يمكنه من انهاء مرحله البلاي اوف في المرتبه الثالثه مهما تكون نتيجه مقابلته الاخيره ضد نجم المتلول. الاسبري اوفنسيف تاع ليكيب قاد هو تبقى اليوم الى يد لا ريسيت ان ثوازيام بلاس نجم نقول اكيس نتعداو الكونسنتراسيون توتال للكومبيتيسيون افريكان. صحيح راهو نستعرف اللي النتائج كانت سيئه في مرحله البلاي اوف، اما للامانه كانت لي درس، معناتها درس اللي مش نتعلم منه برشا حاجات في مسيرتي الكرويه في المستقبل ان شاء الله.